اشتراكي في الرباط من اجل حل المشكل اللي في القانون. شكرا اخي ادريس الشخر على التضامن والتعاون وتخصيص الوقت. نتمنى من كافه الاحزاب السياسيه ان تنخرط في هذا المشروع. نحن في رابطه كاتبات المغرب نتوجه اليوم بقافلتنا الثقافيه نحو افريقيا جنوب جنوب، وهذا المنطلق هو في قلب اهتماماتنا وفي قلب اهدافنا منذ التاسيس، حيث اسسنا لذلك في المؤتمر وذهبنا الى شمال افريقيا وحاولنا ان نؤسس المتوسط، ولكن اليوم نحن في قلب انشغالات بلادنا كذلك وفي قلب انشغالات التحديات المطروحة، فالتوجه جنوب جنوب من العوامل الثقافية نعتبره أساسيا ومهما، لأنه هو القاعدة الرئيسية في النهوض بالاتحادات. ومن قلب رابطة كاتبة إفريقيا سنعمل على اتحادات محلية في كافة الدول الإفريقية، وستكون هذه الاتحادات تلصق بشكل بخرائط واضحة مع المكتب الدائم. المكتب الدائم سيضم رابطة أعضاء من رابطة كاتبة المغرب، وسيضم كذلك أعضاء من منظمات ثقافية ومن النساء الكفؤات اللواتي يشتغلن على إفريقيا في مختلف المجالات، حتى في الفكر الاقتصادي، في الفكر السياسي، وفي الأنثروبولوجيا إلى غيره، وفي الجامعات كذلك، لكي نجعل من السفينة التوجه نحو إفريقيا بحضور 40 دولة من إفريقيا، نجعلها سفينة متوجهة للمستقبل، تطرح كافة الأسئلة العميقة الثقافية والسياسية كذلك لما لا، والأنثروبولوجيا لما لا، وتحاول أن تخلق فضاءات للنقاش وفي الحوار في العاصمة الرباط وفي عواصم إفريقية أخرى. اليوم توجد معنا شمال إفريقيا كما يوجد وسط إفريقيا، شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا وغرب إفريقيا، وهؤلاء الحضور سيشكلنا خلايا النحل لتطبيق الفكرة وللنهوض بالفكرة تفعيل كافة الخرائط التي سنخرج بها اليوم من المؤتمر. تحتضن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هذا الملتقى الأول للكاتبات الإفريقيات، وهو في الواقع يأتي في سياق الاحتفال أو الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، وهو سابقة على المستوى القارة لأنه سيضم تقريبا كل الكاتبات أو ممثلات للكاتبات في جميع دول إفريقيا، سواء إفريقيا شمال إفريقيا أو جنوبها شرقها كمغربها. ومن مهام هذه الرابطة هو التعريف بما كتبه أو كتبته الكاتبات الإفريقيات في جميع المجالات، لأنه كما نعلم أن إفريقيا أصبحت غنية بنسائها اللواتي سجلنا يعني بصماتهن واضحة في على المستوى العالمي، سواء في مجال العلوم الإنسانية كأكاديميات باحثات في مراكز البحث والجامعات، أو أيضا في مجال الصحة طبيبات ماهرات مهندسات، أيضا في مجال الموضة، في مجالات متعددة أصبحت المرأة الإفريقية يشار لها كما يشار لغيرها من النساء اللواتي أبرزن أيضا مكانتهن على المستوى العالمي. إذن هذه واحدة يجب مسألة مهمة يجب الإشارة إليها، بالإضافة إلى ضرورة التواصل بين نساء إفريقيا من خلال هذه الكتابات التي يكتبن، ومن خلال المجالات التي يشتغلن فيها من أجل تعاون جنوب جنوب يكون قويا وواضحا. وكما تعلمون أن صاحب الجلالة عز الله أمره مفاتيح يؤكد على الدور الثقافي الذي تلعبه أو يمكن أن تلعبه إفريقيا في مجال التنمية، إذ كما تعلمون أن إفريقيا غنية بطبيعتها، غنية أيضا بتنوعها بتعددها بتجانس بتنوع أجناسها وأعراقها بلغاتها أيضا المتعددة، وهذا يجب استثماره في التعاون بين هذه الثقافي بين هذه الدول الإفريقية، وأيضا بإبراز هذا البعد الثقافي المتنوع، لأنه على كل حال هو أساس الإخاء على أساس التعايش وعلى أساس القبول الآخر، وهو الذي أبرزته إفريقيا على مر العصور. تومار دي سانتوس venho de Angola fui convidada para estar aqui e represento o meu país
todas as mulheres e todas as escritoras angolanas. A unificação da literatura africana, a união da África, a visibilidade para o mundo do nosso património imaterial é muito importante. Eu saúdo aqui a organização, em especial a presidente da União das Escritoras Marroquinas e também da Liga das Escritoras Africanas. O meu bem-haja é, como digo no meu país, um candando muito grande. Para nós, os angolanos, é muito importante firmarmos esse pacto aqui hoje com todos vocês. Daqui, comigo e para o mundo, estão todos os angolanos. Muito obrigada pelo convite. Farei o meu melhor e darei o meu melhor pela presidência da Liga das Escritoras Africanas no meu país e também aqui. Obrigada, Marrocos.